هذا احنا غايبين ما خارجين من الدار ما كاينين شقاع، احتاج الى القنا لانتوراج مهدم اخويا، راه منكر هذا منكر. اللهم ان هذا كيقول لك احنا الباشا كيقول لك احنا عطيناهم الامل لصحاب 6 شهور، انا باني راه 4 سنين دابا ملي بنيت 4 سنين. عيب والله هذا راه منكر، واش عندنا شي حق في الدوله ولا ما عندناش؟ وحنا ارهاب جزائريين من حنا يا اخوتي، جاوبونا اعطيونا الحق، واش عندنا شي دوله ولا ما عندناش؟ اللهم ان منكر في العادي نمشيو نسكنوا فيه، نمشيو معنا فين نسكنوا؟ في الخلا، احنا ساكنين في الخلا، فين غادي نمشيو نكملوا اخوتي؟ نمشيو للحبس، فين غادي نمشيو؟ واش هاد الدوله اللي عندنا واش هذا منكر؟ مشينا سقينا في الباشا كيجريو علينا، جابوا لنا البوليس وجابوا لنا القوه وجابوا لنا، علاش واش ما عندناش الحق؟ الباشا كيهرب بينا، علاش ما يواجهناش؟ كيقول احنا ما عطيناهمش الامر عليكم انتم، عطيناهم على القدام، القدام يبقاو ما يهدموا لهمش، عطيناهم الجداد 6 شهور. يعني انت 5 سنين ملي بنيت، ملي بنينا هنايا خلاو الجداد، ما خليت الكريديات، ما خليت التسريدات، الكريدي فيا المرض، راه منكر هذا، منكر هذا منكر. علاش يهدمونا؟ علاش؟ علاش يهدمونا؟ راه خدامين غير جورني، نخدموا الجورني وعندنا البز، بقينا الله كريم، فين؟ علاش؟ علاش يضيعونا؟ علاش؟ يعطيونا رخصة نبنيو؟ راه والله إلا منكر هذا. قالك خصك تعطي الرشوه جا 5 سنين، 5 سنين من شريت هذه البلاد، 5 سنين وبنيتها، بنيتها دابا 5 سنين دابا، خلى الديور الجداد، خلى الديور الجداد هنا في قراقشة غير الجداد، بناهم البارح، بناهم البارح، وحنا دارنا قديمة دابا 5 سنين وجاو باعوا وجاو تهدموها لنا، خلينا في الخلا ما عندنا فين نمشيو، عندنا بزناش وبزاوزا فين غادي نمشيو، ما عندنا فين نسكنوا. خدامين على والدينا. طلعنا للباشوية قالك نجيبكم مصطفيد نمشيو للحبس، تا كنجي جابوا مصطفيد قالك نمشيو للحبس كاع. راه والله الا هذا منكر، علاش؟ شنو داير؟ واش حنا جزائريه؟ واش يهود ويهود؟ واش منين حنا؟ منين حنا؟ مغاربه، راه حنا مغاربه، حنا مغاربه حشومه كاع. هذا المنكر هذا يعطيونا سيدي نخلصوا الرخصه باش ما يحكموا علينا، احنا موجودين ما يهدموناش رزقنا، دابا بقينا الله كريم، راه حنا الله بقينا الله والخلا، راه منكر. فين غيمشي هالبز؟ فين؟ راه والله الا عيب، عيب عليكم والله، شكوى الله العلي العظيم. علاش ضيعونا؟ علاش ضيعونا في ولادنا وضيعونا رزقنا؟ نخدموا غير جورني قيلوا نحملوا، انا عندي كروسه حمل بها، كنحمل بالكروسه في الزنقه ويضيعوا لنا رزقنا. علاش؟ علاش؟ راه والله الا منكر. وعندنا الشهود باللي حنا وعندنا الشهود باللي قدام 5 سنين باش بانيين حنا 5 سنين، هو كاينه الدار اللي تبنات في ليله، طلعت في ليله وما هدموهاش، باش طلعت طلعت 150000 200000. انا ما عنديش 200000 باش نعطيها له، راه منكر والله الا منكر، راه عيب الله يلعب. كاينه الديار اللي طلعوا الضاله في الليل كاع، في الليل الضاله وتبناو وصبحهم فينين، علاش؟ عاطين 200000، عاطين 300000، حنا ما عندناش 50 درهم ما عنديش انا، الله غالب. راه والله الا منكر عباد الله، احنا مغاربه ورحنا مسلمين زعما، الله يلا حشومه عليكم والله، ولا اله الا الله محمد رسول الله، الشيء اللي غادي نقول لكم. وحنا عندنا 5 البزاوز ما عندنا لا نمشي ولا فين نجي ولا كتشوف فيه. نمشيو فين؟ نمشي للحبس دابا. هادي راه شوها بس فين نسكن دابا؟ راني ساكنه غير على الجيران، راه عيب عليهم داروا لنا هاد الفضيحه وطالعين الديور الحد اللي داز والسبت، طالعين كيبني والسبت والحد، كيبني والسبت والحد. مين قال لك اعطيني ولا غنمشي نهدم لكم وجه هدمنا، وجه هدمنا، وخلينا حتى وخلينا حتى مشينا للسوق حملنا، مشينا نمشي نحمل، والراجل مشى للسوق يحمل، خليني نمشي نحمل ومشى ومشى هدم لي رزقي. وعلم لي علاش عباد الله؟ علاش هدموا؟ قال له انا هدم ما عطانيش فلوس. علاش خصو 150000 200000؟ واش انا عندي 200000؟ ما عنديش الرشوه باش عندي 200000، انا كاع ما نبني في هاد البلاصه هادي، وكا عندي الرشوه وعندي الفلوس انا راه داريت بها، وعندي 200000 انا ندير محل ديال القصبه ونسكن فيه، انا ما عنديش ندير قيطون ونسكن فيها انا وليداتي. عباد الله وجاه في التاريس وتحت صبت كل شيء مشاق، علاش يهدموها لي؟ علاش؟ علاش جدادين؟ جدادين مازالين عاد تما بحدايا وما حدايا هنايا، بنات السبت والحد، السبت والحد 200000 150000 ها، ودابا جاوا تشويه السلعه حطيتها جمعوها لي الجيران والناس وجاو سرعوها. عاونوني في السلعه الجويه، علاش ما عنديش حق؟ باش مغربي ما عنديش لا كارت ديالي، يدونا كيجيبوا لنا كنعطيكم عام عام ديال الحج، ما عنديش ما عنديش لا كارت ديال محمد السادس. عاش الملك، عاش محمد السادس، يلا عاش الملك. عندنا الشهود، راه الناس خدامين معاهم الباشاويه كيشهدوا معانا، راه عيب معنا، كيقول لك حنا نشهدوا لكم باللي قدام انتوما، راه عيب والله الا عيب. احنا عندنا الامر ديال 6 شهور، ما عندناش الامر ديال 3 سنين 4 سنين نهدموا لهم، منكر والله الا منكر والله. عاش الملك محمد السادس، علاش ما طيحوش لك الديور اللي مبنيين جداد؟ السيما خضراء، علاش ما هدموهمش؟ علاش ما يهدموش؟ كيجيو حنا الورد، حنا ما غايبين عارفين ما كاينينش، حنا خدامين على حنا مشينا، حنا مشينا نحملوه وما جاو هدمونا، راه عيب. ونحتاجوا كامل الديور خصو يجيو يهدموا كل شيء، يبداو من الطرف. كيقول لك عندنا اللجنه، جات اللجنه، اللجنه على العموم، اللجنه على العموم، خلينا حنا مساليين. والله الا منكر الرحيم، هاد الناس هادو كيقول كان طالبوا
كي هدمتو لنا حنا هدموا لهاد الناس اللي بناو عاد كيف دابا شهرين بين بناو هاد الديور هاد وهذا الشيء منكر هاد هاد الناس ضيعطوه دابا ها هما ملوحين هنا عند الزوبيه ضيعطوه كنقولوا هاد الشيء هاد الناس ضيعطوه بوريه ما عندوش فين يمشي دابا كيطالبوا كيقول غادي يمشيو للبلديه غادي نسكنوا تما الا ما عطيتوناش الحقوق ديالنا علاش هاد الناس دابا بين بناو دابا شهرين وهادو اللي خمس سنين خليتوه هنا ضايعين اللهم هاد الشيء منكر ويحيى سيدنا وعاش الملك وحنا رانا شهود مع الناس هاد السلام عليكم.